صباح الخير يا حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ يوم جديد، دوبوا اذن الفجر. تخيلوا عبد الرحمن اخذ اجازه هذا الاسبوع، ولينا يومين من لما اخذ الاجازه واحنا نسهر، يعني نسهر الليل كله وننام النهار. وامس كذا فجاه من غير اي تخطيط فجاه كلنا نمنا، الكل نام في الليل يعني، وصحينا مع بعض الصباح على صلاه الفجر. طبعا صاحين الصباح ما في اي حاجه نسويها، فاقترح دحم اقتراح انه احنا نروح الشاليه. طبعا على طول وافقنا وبدات على طول اجهز الاغراض. طبعا لما تكون الخرجه فجاه ما يكون في اي ترتيبات مسبقه، فاللي جاء في بالي حاليا حسوي قهوه عربي عشان في الطريق نشرب، لانه من هنا للشاليه والله ما ادري كم ساعه، بالساعات مره طويله. طبعا احنا رايحين بالسياره، فحاخذ معايا قهوه عربي. وهنا جهزت هذه الصينيه، قلت ابغى احط فيها بيتزا، يعني اسرع شيء ممكن انه اسويه بيتزا بسرعه. عجنت العجينه خلاص، بس جالسه بستناها تخمر، وعلى طول راح احطها في اجهزها واحطها في الفرن، واول ما تستوي راح احطها هنا. شوفوا عميقه الصينيه على جوا، وبس والله هذا هو تقريبا اللي حسويه. ايوه حسوي شاهي طبعا اكيد مع البيتزا ومع القهوه. قلنا حنمر على اي سوبر ماركت في الطريق وحنشتري اشياء كذا، شوكولاتات وحلويات واشياء زي كذا خرابيط معانا مع القهوه. وبس والله اسرع خرجه في الحياه. بس يا بنات عندي سؤال مره مهم، بما اني جالسه اسوي قهوه عربي. دقيقه بوريكم. طبعا هنا انا حاطه القهوه العربي، طبعا طفى وما انتبهت له. المهم انه هنا جالسه بسوي القهوه العربي ليه؟ عارفين البكرج الاصفر العادي، حاطه لكم صورته. هذا البكرج الاصفر لو حطيته على السيراميكا هذه حقت البوتاجاز ممكن انه يكسرها او يخربها او اي حاجه، ولا لا؟ حتى لو يحكحكها تبوه، حتى لو يحكحكها قولوا لي، لانه صراحه ما عندي خبره وخايفه جدا اني احطه عليه. كل مره اسوي القهوه زي كذا يعني في قدر عادي، عشان خايفه انه يتخرب علي السيراميكا. فاللي عندها خبره او دائما يعني او عندها بوتاجاز سيراميك زي كذا وعادي تسوي القهوه عليه، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، لانه بجد بجد مره خايفه انه يخرب لي هو. وبس والله حاليا حستنى القهوه واستنى العجينه، وبعدين اجي اصفي القهوه واجهز العجينه واسوي الشاهي، وبعدين حصور لكم بقيه الاشياء. معليش الدنيا مكركبه، بس لانه ما قدرت اصور اول ما جينا، راح اسوي لكم جوله خفيفه في الشاليه. هنا المدخل الرئيسي، اول ما ندخل مع الباب في طاوله، ومعليش مره ثانيه على الكركبه، في طاوله في مطبخ بسيط، وهنا كنب للجلوس، وهذا شباك كبير يطل على برا. شوي حوريكم ايش في برا. وطبعا تلفزيون وطاوله وتليفون. بعدين حنيجي من هنا، هنا حمام الله يكرمكم، وهنا اول غرفه. اول غرفه فيها سريرين وكومودينا ودولاب وتسريحة بس، تمام. وهنا طيب هنا أول غرفة، يعني تعتبر غرفة النوم الرئيسية، فيها دولاب وتسريحة وتلفزيون وسرير كبير، سرير يعني حق نفرين. وبس هذه شنطتنا، كومودينا واحدة بس ومكيفين. طيب ولما نرجع نخرج على برا، هنا قلت لكم الإطلالة، حتكون الإطلالة على الحوش اللي برا أو الخارج اللي برا، تمام. ومن هنا نخرج لها،
طبعا خارجه مره كبيره في لها طاوله. احنا المره الاولى لما جينا كان صراحه المساحه اللي هنا اصغر. راح احط لكم صور او فيديوهات للقديمه اللي اخذناها، كانت اصغر واحلى بصراحه لانها كانت ملمومه. لحظه جلس يتعبى. طبعا هذا مسبح خاص للناس اللي في الشاليه، وهنا في زي الجلسه او يعني مكان يلعبوا مثلا كوره اي حاجه هنا. وهنا تحت دقيقه خلينا انزل. هنا في رمل وفي له اصداف مره حلو، احب اجلس اجمع الاصداف. وبحر عام. طبعا هذه المنطقه هذه لكم انتم، خاصه فيكم، لكن لو لفيتوا من هذه الجهه يعني لو لفيتوا من هنا حتروحوا للناس اللي جنبكم، وكمان نفس الطريقه من هنا اذا لفيتوا من هنا حتروحوا للناس اللي جنبكم. اما في هذه الحدود هذا لكم خاص، يعني اوكي البحر عام بس خاص هذه المنطقه لكم. شوفوا يا بنات، قبل شوي صورت لكم في السناب قلت لكم هذا اول واحد اللاتين وهذا اللين، تمام؟ بس اللي عجبني اكثر هذا مره عجبني موديله ومره كيوت في اللبس، بس للاسف ما في الا مقاس لين بس، لاتين ماليها يعني ما في مقاسها. فاخر شيء قررت انه خلاص حصورها بس بهذا التصوير يعني صوره، وهذا اللي حلبسهم هي لما ينزلوا البحر. وهذا طبعا الشورت لحمود، حمود ما جبت له ملابس كثيره للسباحه بس شورت. لين ما شاء الله لقيت مقاسها، حتى لقيت لها فساتين كذا للسباحه واشياء مره حلوه. اما لاتين مره مقاسها ما في، فبس حاليا حلبسهم بسرعه وبعدين ننزل على طول على البحر. شوفوا ما شاء الله يا بنات الجو كيف في الصباح، يجنن. هناك في قارب شايفينه، ولسه في ناس تصيد تحت. خلينا ننزل اوريكم. شوفوا هنا مليان اصداف، تقدروا تجمعوا اصداف. دبا نكون جالسه هنا. شوفوا هناك يوميا الصباح يجلسوا ناس يصيدوا سمك، شايفين؟ طبعا يا بنات هذه الشيلهات قديمه تقريبا لينا 6 أو 7 سنين نجي لها، وما انصحكم تاخذوا منها حاليا، انصحكم تاخذوا من اللي هنا. حاليا هنا في 6 أو 7 شاليهات جديده جالسه لسه ما خلصوها. احنا كنا جايين على اساس حنحجز من هذه الجديده بس طلع لسه باقي لها اسبوع، فلو حابين انكم تحجزوا احجزوا من الجديده. القديمه زي ما انتم شايفين كيف الرطوبه تاكل المكان، ما عاد احس انه ينفع. طبعا كل المكان هنا معدوم بالرطوبه بس الجدران، ولا المكان نظيف من جوا. وهنا كمان هذه الفلل مره فخمه ومره حلوه، برضو تابعه لنفس صاحب الشاليهات هذه، بس مشكلتها انها مو مطله على البحر، قصدي ما لها يعني هنا، يعني الشاليهات اللي احنا اخذينها بحر خارجي ومسبح داخلي خاص. اتوقع انه في مسبح داخلي ماني متاكده، بس المسبح هذا الخارجي العام مو موجود، يعني مقفله بس مطله على البحر. بس انها من جوا مش لا مره فخمه ونظيفه، ولسه باقي لها اسبوع عبال تخلص. انا كان نفسي ادخل اصور لكم من جوا بس لسه ما خلصت، ان شاء الله لو جينا المره الجايه احوريكم من جوا كيف. اما هذه اللي في الجهه اللي هنا اللي هم اخر 6 نفس نظام اللي احنا اخذينها، مسبح داخلي خاص وبحر عام خارجي، مره حلوه. انا انصحكم لو تبوا تحجزوا احجزوا من الجديد اللي هنا لانها حتكون انظف واظبط. وبس شوفوا كيف البحر يجنن ما شاء الله. خلاص رايحين البيت، اخر مرة من هذه الاطلالة. طبعا جلسنا بس يوم ما طولنا، لانه اساسا احنا كنا جايين نبغى الشاليه الجديد، وللاسف ما في، لسه باقي لهم اسبوع عبالي يخلصوه. فخلاص ان شاء الله بعد فترة كمان لما نرجع نطفش نرجع نجي. خلاص رتبنا رجعنا كل حاجة مكانها، بس الارضيات ما موفرين مكان ولا اي حاجة، اما الباقي كله رتبناه ورجعنا كل شيء زي ما كان، يعني زي ما استلمنا. وزي ما قلت لكم يا بنات لو حابين تحجزوا احجزوا من الشاليهات الجديده، لانه بصراحه هذه المره ابدا ما عجبتنا نهائيا،
لدرجة ان احنا نشوفه يوم بس وعلى طول خرجنا ما جددنا ولا كملنا. فلفظة تحجزوا من الجديدة. المرة الجاية بإذن الله راح نحجز من الشاليهات الجديدة.